نشرة الأخبار. هنا تونس، إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين مشاهدين الكرام، أينما كنتم أنتم في الاستماع إلى نشرة السابعة صباحا للأخبار، وهذه عناوينها: انطلاق مسار تجميع التزكيات للترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وإجراءات تتابعها هيئة الانتخابات لمراقبة صحة التزكيات المجمعة وسلامتها. اليوم أعلان نتائج شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني عبر الإرساليات القصيرة. تحت شعار الجودة والتميز، مهرجان قرطاج الدولي يفتتح دورته 58 يوم 18 من جويلية الحالي، وفي النشرة تفاصيل جديد هذه النسخة. وفي شؤون الشرق الأوسط، حماس تتهم الكيان الصهيوني بإجهاض أي مسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. مستمعينا مشاهدينا الكرام، أينما كنتم أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس أنه بإمكان الراغبين في الترشح إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2024 الانطلاق في مسار تجميع التزكيات النيابية بالنسبة إلى أعضاء المجالس النيابية المنتخبة، وكذلك التزكيات الشعبية، وذلك وفق ما أكده لزياد حسني الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليلي المنصري. تم تنزيل أنموذج التزكيات على موقع الهيئة. زلنا نفرق ما بين التزكيات النيابية والتزكيات الشعبية. التزكيات النيابية تخص نواب الشعب، يعني الغرفة الأولى والغرفة الثانية، وكذلك المجالس المحلية المنتخبة، يعني مجالس محلية، مجالس جهوية، ومجالس أقاليم اللي هما الرؤساء. التزكيات هذه هما الوحيدين ينجموا قوموا بها باعتبارها وأن تكون معرفة بتمضى عندهم الحق باش يختاروا مترشح بذاته. ثم التزكيات الشعبية هي التزكيات اللي يتقدم لها المترشح شخصيا مرفوق بالبطاقة التعريف الوطنية صاحبة صورة شمسية إلى مقرات الهيئة المركزية أو المقرات الهيئات الفرعية أو 279 معتمدية أو مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، واللي موجودة أسماء تحديدا بموقع الهيئة. تدخل البيانات متاع المترشح، ثم يكون الأنموذج متاح على موقع متاع الهيئة اللي يستعملوا المترشح وكذلك الناخبين المواطنين لتزكيت مترشح بعينه. وفي سياق متصل، أكد محمد تليلي المنصري أن الهيئة شرعت في تنفيذ جملة من الإجراءات لمراقبة صحة التزكية المجمعة وسلامتها، وذلك بهدف منع ما وصفها بالتزكيات على بياض. إجراء هذا بطبيعة الحال يمكن من مراقبة صحة وسلامة هذه التزكيات، يمكن الناخب كذلك أنه يصوت أو يزكي لمترشح بذاته باعتبار الصورة الموجودة حتى ولو يكون ما يقراش، تمنع ما يسمى به التزكيات على بياض اللي كانت تقبل موجودة. الإجراء الحبائي الأول اللي خدمناه هو من خلال النموذج، كان لاحظتوا أنه النموذج خاصة بالنسبة للتزكيات الشعبية هي نموذج شخصي، ما ينجمش يكون على بياض، يعني يستعملوه كل المترشحين. هذا هو الجانب الحمائي الأول. ثم في القرار الترتيبي متاعنا لاحظنا وأنه مجلس الهيئة يجب يستعمل وسائل حمائية أخرى للتأكد من سلامة هذه التزكيات عن طريق إرسال حتى الإرساليات قصيرة للمواطنين الناخبين لإعلامهم أنهم قاموا بتزكيت مترشح معين، ثم نجموا حتى نقوموا بنشر هذه التزكيات بالتنسيق أكيد مع هيئة حماية المعطيات الشخصية، نشر هذه قائمة التزكيات بموقع الهيئة، وهكذا تكون ثم جانب متاع حماية كبير على كل مجلس الهيئة بطبيعة الحال باش يراقب كل التزكيات من حيث الشكل ومن حيث المضمون. يتحصل المترشحون لامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني اليوم الثلاثاء على نتائجهم عبر الإرساليات القصيرة. كما ينطلق اليوم الثلاثاء التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا دورة المراقبة عبر خدمة الإرساليات القصيرة، وفق ما يوضحه مدير عام الإعلام والاتصال بوزارة التربية منذر العافي. بالنسبة للمترشحين لامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني الدور 2024، يمكن للمترشحين الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة بداية من يوم 9 جويلية 2024. بالنسبة لامتحان البكالوريا كذلك دورة المراقبة، يمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم بدورة المراقبة عن طريق الإرساليات القصيرة التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم الثلاثاء 9 جويلية 2024 بداية من الساعة 10 صباحا، وذلك بالتوجيه إرسالية قصيرة إلى رقم 85005 على النحو التالي: باك، ثم الترك فراغ، ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا، ثم نجمة، ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية.
ويتم بداية من منتصف نهار اليوم الإعلان عن نتائج دورة المتفوقين في البكالوريا للتوجيه الجامعي عبر الإرساليات القصيرة وعبر الموقع www.orientation.tn. في موضوع آخر، أعلنت وزارة التجهيز والإسكان أمس تفعيل صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار. مديرة بناء السكن بالإدارة العامة للإسكان بوزارة التجهيز إشراق بن علي تتحدث عن كيفية انتفاع الأشخاص من ذوي الدخل غير المنتظم بقروض السكن. ثمن الأقصى للمسكن هو 150 ألف دينار، وإلا قروض لبناء مسكن والثمن في حدود 100 ألف دينار. أول شرط أن يكون المنتفع والقرين متاعه إذا كانوا متزوج لا يمثل يكون مسكن. الشرط الثاني الدخل يجب أن لا يتجاوز 10 مرات السميك. يجب زادة المنتفع أن ينخرط في منظومة الضمان الاجتماعي لمدة لا تقل على 6 أشهر. زادة يجب أن تكون الوضعية العقارية للعقار كسوة المسكن اللي بيش يشريه يجب أن تكون مساواة وقابلة للرهن، وإلا الأرض زادة يجب أن تكون مساواة وما فيهاش إشكالية. ينتفع يزمي قدم مطلب لدى البنوك المنخرطة في الآلية هذه اللي هما 6 بنوك انخرط بمقتضى اتفاقيات باش تنجم تمول عملية اسناد القروض، يا اما لاقتناء مسكن جديد والا لبناء مسكن. تو كبداية تجربة اولى، فما اتفاقيات تعملت مع 6 بنوك، سيتم تقييم التجربة هذه وفيما بعد سيتم تعميمها ان شاء الله على البنوك الكل. يطرح البنك المركزي التونسي بداية من اليوم 3 قطع نقدية جديدة من فئة دينارين وفئة 100 مليم وفئة 50 مليم، لها الرواج القانوني والقوة الإبرائية للتداول. ويتم تداول القطع النقدية الجديدة بالتوازي مع القطع النقدية المتداولة حاليا. ثقافيا وتحت شعار الجودة والتميز، تنتظم بداية من 18 من جويليا الحالي وإلى غاية 17 من أوت القادم الدورة 58 لمهرجان قرطاج الدولية. ويؤثث سهرات هذه الدورة 18 عرضا فنيا من 11 بلدا وفق ما أفاد به مدير المهرجان كمال الفرجاني. النجوم اللي استدعيناهم السنة هما نجوم قبل كل شيء مروا على ركح وعتلاه وركح مهرجان قرطاج وهما ما يعرفهم حد، كيف ما لطفي بوشناق زياد غرسة بالنسبة للفنانين التونسيين، كيف ما سالة نصري أو أمال ماهر أو كاظم الساهر اللي هما معناها كانوا صعدوا توا 30 سنة التالي هما شباب ما يعرفهم حتى حد، توا في على الساحة الناس هذوما هما اللي ماخذين المشعل وحاولنا باش يكونوا هما موجودين. ولذا كيف ما نعاود نقول الشعار يعني هذه الدورة حقيقة هو شعار الجودة والتميز ودعم الثقافة الوطنية. وتتميز هذه النسخة من مهرجان قرطاج الدولي بتخصيص 5000 مقعد لفائدة سكان الأحياء الشعبية التابعة لإقليم تونس الكبرى لحضور بعض السهرات، إضافة إلى تخصيص 1500 مقعد للأطفال فاقدي السند وأبناء شهداء العمليات الإرهابية. مدير مهرجان قرطاج قدم مزيدا من التفاصيل في هذا الموضوع على هامش الندوة الصحفية لهذه الدورة. احنا سناب نحاولوا نستدعيه يعني ما يقارب عن 5000 متفرج من الأحياء الشعبية التابعة لإقليم تونس الكبرى، نوفروا لهم النقل ونوفروا لهم الدخول مجانا إلى بعض العروض مهرجان قرطاج الدولي بالنسبة للدورة هذه. ثم أنه بالتعاون مع وزارة الأسرة باش نحاولوا أيضا تخصيص جزء كبير من المسرح ما يقارب على 1500 مقعد لأطفال في كل سهرة من السهرات، يعني في الجملة 3000 طفل اللي هما من منظوري وزارة الشؤون الاجتماعية وأيضا جمعيات الراعية للطفولة فاقدة السند ومؤسسة فداء الإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من عسكريين وعوان قوة الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، وأيضا حتى بعض الأطفال الفلسطينيين اللي قاعدين يتعالجوا بمستشفياتنا بتونس. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. مع فجر اليوم 77 بعد 200 من العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة، واصل الاحتلال قصفه لمناطق القطاع بشكل عشوائي في أعقاب معارك ضارية بين قواته والمقاومة خاصة في محور تل الهوى.
وأفادت وسائل أعلام إسرائيلية بوقوع 4 أحداث أمنية صعبة واجهها الجيش الصهيوني الليلة الماضية. من جهتها أعلنت كتائب والقسام تفجير عبوات في قوة راجلة مع الإيقاع بأفرادها بين قتيل وجريح وتدمير دبابة وناقلة جند وجرافة وجيب عسكري بتل الهوى، في حين كثف جيش الاحتلال قصفه على الحي مما تسبب في موجة نزوح واسعة بعد توغله بشكل مفاجئ في المنطقة. أما في الضفة الغربية فقد واصل جيش الاحتلال تصعيد حملته في مناطق وبلدات المنطقة، من بينها اقتحام آلياته العسكرية وجرافاته لمدينة طول كرم، إلى جانب احتجاز قواته صحفيين أثناء تغطيتهم اقتحام المدينة قبل أن تخلي سبيلهم، كما فرضت حصارا وحظرا للتجوال بالمدينة. سياسيا، قالت حركة حماس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يضع عقبات إضافية أمام المفاوضات وأن التصعيد بغزة سيعيد التفاوض إلى نقطة الصفر، في حين أكدت واشنطن أنها لم تكن لترسل فريقا إلى المنطقة لو لم تعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت. يأتي ذلك فيما يتفاقم الوضع الإنساني الذي لم يعد يطاق في القطاع، فقد قال برنامج الأغذية العالمي أمس إن 500,000 شخص يواجهون مستويات كارثية من الجوع الشديد الذي قد يؤدي بين الفينة والأخرى إلى الموت. إلى هنا مستمعينا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري الصباحي المفصل، قدمناه لحضراتكم من إذاعة الجمهورية التونسية. إليكم تذكيرا بأبرز عناوين: انطلاق مسار تجميع التزكيات للترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024 وإجراءات تتابعها هيئة الانتخابات لمراقبة صحة التزكيات المجمعة وسلامتها. اليوم أعلن نتائج شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني عبر الإرساليات القصيرة. تحت شعار الجودة والتميز، مهرجان قرطاج الدولي يفتتح دورته 58 يوم 18 من جويلية الحالي، وفي النشرة تابعنا تفاصيل جديد هذه النسخة. وفي شؤون الشرق الأوسط، حماس تتهم الكيان الصهيوني بإجهاض أي مسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. يوم سعيد متواصل بعد قليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مع لحبيب أشغام. أجمل تحيات كاملة للفريق، دمتم في رعاية الله.